مولاي صاحب الجلالة أمير المؤمنين، الله يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بدوام الصحة والسلامة. أنا مواطن مغربي مقيم بالديار الكندية، وبمناسبة عيد العرش المجيد أقترح على جلالتكم التصور التالي: إلا كان العالم يتنافس، شكون اللي غينظم كأس العالم لكرة القدم وهي منافسة مشروعة؟ علاش المغرب بقيادتكم السامية ما يكون سباق وينظم أول احتفال مغربي عالمي بالمولد النبوي الشريف؟ احتفال يكون في العظمة ديالو بحل الحفل الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم، بل يكون أعظم وأجل. لماذا يا مولاي؟ لأن المحتفى به ماشي هي كرة القدم، ولكن المحتفى به هو خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مولاي أمير المؤمنين، شنو هو الاقتراح ديالي لتسمية هذا الاحتفال المغربي العالمي بالمولد النبوي الشريف؟ اقتراحي هو بالدرجة المغربية سيدنا محمد، ولجلالتكم واسع النظر. لماذا هذا الاحتفال بهذه الطريقة العملاقة؟ باش نبينوا مولاي أمير المؤمنين حبكم وحب المغاربة للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، باش نبينوا مولاي أمير المؤمنين الخصوصيات ديال المغرب، خصوصيات تراثية، العلمية، الإبداعية، التاريخية، الفكرية، الثقافية، الحرفية والإنسانية، باش نبينوا مولاي أمير المؤمنين فهمنا المغربي الخاص للدين الإسلامي الحنيف، فهما وسطيا معتدلا جماليا أصيلا حكيما وفريدا. مولاي أمير المؤمنين، أين سيتم تنظيم سيدنا محمد؟ تصوري هو أن ينظم الحفل برئاستكم الفعلية في أعظم ملعب لكرة القدم في المملكة المغربية الشريفة، حفل يحضره جمهور مغربي بالآلاف، ويدعى إليه ممثلون عن جميع بلدان العالم، تنزيلا لقول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مولاي أمير المؤمنين، من سينظم سيدنا محمد؟ تحت تعليماتكم السامية لجنة مغربية تنظم هذا الاحتفال وتسهر على إنجازه، بداية من الفكرة إلى العرض المباشر، والذي يمكن أن تنقله التلفزات الوطنية والعالمية تماما كما يحدث في كأس العالم لكرة القدم. مولاي أمير المؤمنين، تصوري المتواضع هو أن يكون الحفل من فكر وإنجاز العقول والأيادي المغربية، ولا بأس من الاستعانة بتقنيات دولية، دلالة على أن المغرب بلد الأصالة من جهة وبلد التفتح البناء من جهة أخرى. مولاي أمير المؤمنين، متى سينظم حفل سيدنا محمد؟ أقترح يا مولاي أن ينظم الحفل مرة كل 4 أو 5 سنوات، كل مرة في مدينة مغربية مغايرة، وكل مرة تجديد في الشكل وفي المضمون. مولاي أمير المؤمنين، واش احتفال سيدنا محمد غيكون غير شكلي؟ أبدا يا مولاي، غيكون أيضا في المضمون وفي الروح، بمعنى غيمكن نسميه الأسبوع اللي غيجي فيه الحفل الأسبوع النبوي. فهاد الأسبوع النبوي المغرب في كل مرة غيرفع شعار، مثلا فهاد الأسبوع النبوي صفر متشرد، توحد في المغرب فهاد الأسبوع النبوي ما غيبات في الزنقة. مثال آخر: صفر أزبال، شوارع وأزقة المغرب كله غتكون نقية في هذا الأسبوع النبوي. مولاي أمير المؤمنين، كل أمل أن تصل هذه الرسالة إلى مقامكم العالي بالله. الله يحفظكم ويرعاكم، الله يعطيكم الصحة والسلامة وطولة العمر، الله يحفظ أسرة الملكية الشريفة، الله يحفظ الشعب المغربي العزيز، الله يبارك في عمر سيدنا. رسالة أخواتي وأخوتي المغاربة، مثقفين، صحافيين، فنانين، رياضيين، مؤثرين، المغاربة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، بارتاجيو هذا الفيديو، استعملوا هاشتاغ سيدنا محمد، حيث هذا المشروع ماشي ديالي بوحدي، ديالكم حتى نتوما، وبغيناه يوصل لجلالة الملك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.